بسم الله الرحمن الرحيم. كنشكركم إخوة على هذه الاستضافة، واخا كانت غير متوقعة أنكم غتجيو تحاورونا، ومرحبا بكم مرة أخرى. كل ما في الأمر هو أنه هذا حراك سياسي مع بعض الإخوة ديال المستشارين معايا في المجلس، بما فيهم معارضة وبعض المنتمين لنفس الحزب اللي كنتمي ليه، أنهم بعد انتخابات الجزئيه ديال شهر جوج وقع وما وقع انهم حاولوا بعض الخصوم السياسيين انهم يستوليو على دوك الاعضاء باش يحبسوا عجله ديال التنميه داخل هذه الجماعه، لانهم غير مصلحتهم منهم من بعد ما خاصه جوج رؤساء معزولين هما من وراء هذه الاعضاء هذو كيلعبوا لهم على عقولهم، وكي هناك من كيغري، هناك من له سميتو اطماع مازال باقي تيطمع في الجماعه. لهذا السبب جروا عندهم هاد الاخوان وتكذبوا عليهم وكيطمعوهم وكيبينوا لهم بزاف ديال الامور وحاولوا يدوروهم علينا. اما فيما يخص حنايا كرئيس، حنا عجله ديال التنميه غنمشيو فيها، احب من احب وكره من كره. عجله ديال التنميه بالنسبه للجماعه حنا غادن فيها، ولا الا سمحتوا غنعطي واحد قبل ما نكمل الموضوع ديالي، غنمشي في هذا يعني شنو هي المخطط ديال التنميه اللي واخداه بالصفصاف على الاعتبار منذ الانتخابات الاخيره ديال 21 الى يومنا هذا. اولا الميزانيه ديال الجماعه ميزانيه ديال التسيير لا غير، حيت الرئيس السابق خلى على الجماعه واحد الكاهل ديال الديون، احنا مازال كنخلصوا في الاقساط ديالو الى 2033 عاد تالي. دونك هذه سابيز على 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 على, على الميزانيه ديالنا، ومع ذلك انني كنخرج كل سنه بفائض يتراوح ما بين 150 170 مليون كل سنه اللي كنبرمجوه اوتوماتيكمون فك العزله على بعض الدواوير المتضرره من الاوحال، وكنديروا التوفنوف الزناقي والقوادس اللي غيجريو الماء اكسيتير. دونك راه داز واحد الدور كبار حيدناهم السنه الفارطه. هذا العام برمجن عاوتاني واحد الفائض ديال السنه الفائته، انهم برمجن ثاني في هذه السنه اننا غادي نشوفوا الدور المتضرره اكثر باش نحاولوا نقضيو على هذا الزناقي اللي مازال كيشكلوا واحد الهم على المواطن خلال فصل الشتاء. دونك هذا هو كيفاش سميتو مزيان. حنا كنديروا اكثر من جهدنا باش كنتصلوا بعد الادارات وبعد الوزارات المانحه، تنديروا الدراسات ديالنا. الجامعه بحكم يعني بتدخلات ديالنا اننا حصلنا على دعم مالي من اجل انجاز تطهير السائل بقريه الصفصاف والجامعه السونتر ما يجهز 12 مليون درهم، اعطاونا 850 مليون درهم في اطار اتفاقيه، بقات لنا 350 نظرا للعبء اللي عند الميزانيه ديال الجامعه. وليت بتدخلاتنا وبشيت وراسلنا وزاره الداخليه باش تزيدنا دعم اخر، وبالفعل حصلنا على 200 مليون. دونك الجامعه ساهمت في هاد المشروع، مساهمه جماعه الا 150 مليون. تدخلاتنا في الجهه بعلاقتنا في الجهه بحزبنا بكل شيء حاولنا نحصلوا على 10 كيلومتر ديال بيكوش ديال الطرقان، راه مكتب الدراسات غادي يخرج في مقاريب، عطيناهم يعني الطرق يعني المعنيه ودخلوهم عندهم. الا بغيتوا نعطيكم نسخه من الطرق اللي درنا فيها 10 كيلومتر ونص، حاولنا واحد الكيلومتر وشي حاجه جبناه من مبادره راه تاه ما عطيناه فين غيتصايب، وواحد الكيلومتر عاوتاني من المجلس الاقليمي تاه ما عطينا له فين غيتصايب ان شاء الله. دونك من هنا هذا يعني انطلاقه دابا ديال التنميه. درنا دراسات اتفاقيه مع الوكاله الحضاريه ديال قنيطره سيدي قاسم سيدي سليمان من اجل اعاده الهيكله، دراسه اعاده الهيكله لسته دواوير. ستة دواوير دارت لهم، راه مكتب الدراسة تخرج كنتسناو يعطيونا دابا الرابور ديالهم باش نمشيو ندقوا البيبان في الإدارات المانحة من أجل إعادة هيكلة هاد الدواوير.
عندنا واحد استراتيجيه اللي كتمشي مع برنامج عمل ديال الجامعه اللي درناه في 22 وكيمتد حتى 27. دونك حنا غادي هو الاهداف المبرمجه في هذا البرنامج العمل اعاده اننا شنو دابا خص الجامعه شنو خص الدواوير خصهم اعاده الهيكل حتى يصبحوا حتى هما مثلهم مثل احياء داخل المدن. دونك هذا ما يسمى باعاده الهيكله. دونك حنا غادي في هذه السيروره غادي فيها ولكن تنصطدم بخصوم سياسيين اللي هما ضد التنميه داخل المنطقه لانه بالنسبه لهم باغي العرق على باش ما يتزاد في الجامعه حتى حاجه والمواطن ما يستافد حتى حاجه باش تجي انتخابات اخرى ويقول لك اه ما درتي والو. ولكن سيدي انا غادي في عجله التنميه ديالي بالنسبه لجميع الدواوير كانت ديال المعارضه ولا غير المعارضه حتى لا يهمني المعارضه. انا تنتعامل مع المواطن المواطن باغي نوصل له يعني استراتيجيه ديالي يستافد منها مستقبلا يكون صوت على واحد مشاش معايا ولا مشى معايا ما تهمنيش انا كيهمني المواطن خصو يستافد. بالنسبه للشطر الثاني يعني الجماعه دابا راه الربط الفردي دار 100% راه الشطر الثاني راه صافي المشروع ساهله فضينا الناس راه خلصت راه الربط الديور غادي يبدا مقاري الشاطو تبنى اكسترا. مساله اخرى هي ديال اش بغيت نقول ديال 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 اسمح ليا ديال ليكستنسيون ديال الضوء ليكستنسيون ديال الضوء ليكستنسيون ديال الضوء بعد ما قمنا بدراسه ديالنا حنا عطيناها لوينو دارت لينا الدراسه لوينو شحال 17 مليون درهم ما يمكنش. دابا المواطن يفهم راه الجماعه راه ما عندهاش راه كنمشيو ندقوا بيبان. دابا فيما يخص هاد ليكستنسيون اللي هي سميتو اش كيتسمى بالعربيه مشات ليا اسمح ليا ليكستنسيون ديال 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 الضوء كان كيجيك مواطن وكيخرج يبني في شي جهه وتيقول لك عطيني الضوء. دونك هذيك سيدي هذا بعيد من الريزو ب 200 متر وهذا ب 50 وهذا جمعناها لقينا ببعض الاستيماسيون اللي دارت لوينو في دراستها ديالها 17 مليون درهم. دونك حنا رحنا ها كامله ديال الضوء تمديد ديال التمديد ديال التمديد. دونك راه 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 رئيس وزاره الداخليه والجهه من اجل دعم مالي باش نربطوا هاد السكان اللي ما عندهمش تزادوا ما عندهمش الضوء. دابا ما عندناش مداخل ما عندناش مداخل عندنا السوق عندنا السوق مدخل يعني المداخل الوحيده هي السوق هي السوق شحال 300000 درهم. شنو هي 300000 باش ندير بها مشروع نو 300 درهم لا غير. دونك حنا كان دابا الى عطيتكم دابا ثاني عندي ما يفيد ان الجهه الاجتماع الاخر ديالها الدوره الاخيره ديالها ديال ديال هذه السيمانه اللي فاتت راه برمجت لنا ملعب القرب هنا في الصصاف لا يستافدوا منه لانه كاين كانوا بعض الشباب ديالنا كيمشي يمشي للحوافات ولا لا باش يلعب. دابا هو ملعب القرب تبرمج في هذه الدوره هذه وغيجي يصورنا حنا ملعب القرب كنقوموا ما كننساوش غير المواطن غير عرف هذا الشيء حنا خدامين هذا الشيء كنديروا انشطه اول مهرجان عرفوا عرفته المنطقه وداز على احسن ما يرام تنظيميا واشعاعيا ان جامعه صفصاف ما كانتش كتعرف السيد الرئيس كانت النسخه الاولى كانت النسخه الاولى النسخه الثانيه كاينه حتى ان شاء الله مبرمجه غير هاد الظروف اللي تنعيشوها هي اللي خلاتني ناجلوا واحد شويه مي يعني هذاك الهدف من المهرجان كان وهو اشعاع اشعاع ديال الجامعه تعرف اشعاع. وبالنسبه للمواطن كان واحد المتنفس حتى هو يحس بانه علاش كيسمع كاينه مهرجانات بلاصه اخرى وصفصاف لا حتى هو وكان ناجح 100% وصفقوا له المواطن وعجبهم وتمنوا هذه المبادره ودابا الان كلشي كيعيط وقتاش وقتاش وقتاش. دونك فوالا غروسو مودو هادشي اللي كاين حنا خدامين عليه. كنتمنى من هاد الاعضاء اللي زاغوا على السكه انهم يرجعوا للسكه الصحيحه انه راه ما غاديش توصلوا لجهاد. اخ شوف الاعضاء مع كامل احتراماتي لهم راهم هما ما عارفينش راسهم واش يديروا هما مسيرين من طرف جهات اخرى عندها اهداف سياسيه. دونك هما داروهم كواحد اللعبه كيلعبوا بيهم كيكذبوا عليهم كيطمعوهم
كيعطيهم وعود وهم الناس مساكن ما فاهمش وكيمشيو مع هاد الاغراءات. هادشي هو الحقيقه. اما كان عارف انا يجي عندي ويجلس معايا ويناقش معايا بالوراق ميزانيه، ها هي الميزانيه فين مشات؟ اجي يجلس معايا انا في الدوره ديال ماي كنت سمعت الهضره، درت لهم الميزانيه ديال 21 22 23 قلت لهم ها هي كل في كل ريبريك فيه تصرفت. انسحبوا ملي وصلنا لهاد النقطه، انسحبوا لان عندو بتعليمات انسحبوا ونسحبوا. اش بغيتي ندير له تما؟ وجدت له ورقه بحال هكا كنقول له كل حاجه اشنو فيها، ها ها ميزانيتك واسي انا كنحيل لكم على الميزانيات في عهد الرؤساء السابقين نفس الميزانيه ما تغيرتش، وشحال كانت يديروا الفائض؟ هذا هو السؤال، يشوفهم شحال كانت يديروا الفائض. انا بتجربتي الاداريه والتسييريه كندير فائض ديال 150 حتى 170 مليون سنويا، زيد على ذلك ما نستخلصوا بالنسبه للديون اللي خلاها الرئيس السابق حتى 2033 داكور. دونك كندير هاد الفائض. كاين بعض الاخوان سامحهم الله من الاعضاء، علاش اسيدي هاد الفائض ديرو؟ اعطيه لنا فرقوا علينا. ما هاد بالهم راه عندي كوفر انا هنايا و170 انا عندي هنا وما عطيتهمش. الناس مساكن ما فاهمينش، ما عندي ما ندير لهم وكيغلطوهم، هذا هو اللي كاين. دونك بعد الانتخابات الجزئيه كما قلت رجع للمسائل ديالي، بعد الانتخابات الجزئيه غراوهم عاوتاني الخصوم السياسيين ديالي رؤساء معزولين على اساس انهم غيديروا معاهم ويتعاونوا ونجيبوا لهم. كاين اللي كيقول لهم انا غير حيدو الرئيس غنجيب لكم 100 كيلومتر ديال 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 الطرقان وغنجيب لكم 5 ولا 6 الملاعب القرب بحال هو اللي مانح، وكيصدقوها مع الاسف كيصدقوها. والدراري بتعوجوا داروا طلبوا نقطة أنها ب 21 عضو ثانية طلب استقالة الرئيس. جينا سيدي في الدورة برمجنا هادشي في الجمعة الفائتة، ما عندهمش النصاب، ما جاوش ما حضروش الاجتماع. دوك تبقى القانون تأجلت الثلاث اللي فاتت عاوتاني ما جاوش. هاد وانا هاد الدورة اليوم كنت على عين من البارح، لانه البارح داروا اجتماع بعضياتهم مع ديك الطبقه اللي هي مدعمهم وقالوا عطاوهم قالوا لهم سيروا ديروا الفوضى وما تخليوش الدوره تدوز. ملي جينا بالفعل واحد العضوه ما بغاش تسكت، عيا معها القائد ديالنا سكتي لا نقطه نظام لا نقطه نظام، خذي الكلمه وخذي نقطه نظام الا كانت داخله في اطار القانون في جدول الاعمال، ما كاينش في جدول الاعمال ما تناقشيهاش، ما بغاش تسكت. كنا اضطرينا ندوزو للتصويت، فعلا دوزنا للتصويت النقطة الأولى ودارو لنا العرقلة في الميزانية. النقطة الأولى دوزناها حيث أنهم امتنعوا على التصويت ورافضون لهذه النقطة كانوا 9 الأعضاء اللي صوتوا ضد، يعني رافضين هذه النقطة الأولى، هما امتنعوا. بالتالي راه المقرر ديال الدورة راه كاين هو رفض استقالة ديال الرئيس في هذا الإطار. ملي جينا سميتو النقطة الثانية وهي الميزانية ديال 24 المعدلة، داروا لنا سميتو ناضوا داروا الفوضى وداروا واحد سميتو هنايا ما غاديش نقول لك، راه السلطات المحلية كانت حاضرة، ممثل ديال العمالة كان حاضر، هادشي كلشي شافهم كيفاش كانوا يقلبوا الطوابل ويقلبوا هذا، ماشي مشكل القانون يقول ياخذ مجراه في هذا الاطار، هذا ما عندي ما نقول. شوف اش تسنى من واحد كيقول لك علاش كدير الفائض؟ داك الفائض عطينا فرقوا علينا، دونك راه قلتها قبيله ودابا هي راه هي الخلاصه. الناس ما فاهمينش وما عندهمش هم، علاش واش هو دابا بعض الاعضاء الاغلبيه الاعضاء واش عنده هم ديال دائرته؟ بالعكس ما عنده هم ديالو ديال هو. اما الرئيس هو اللي عنده الهم ديال الدائره ديال الدواور كاملين ديال المواطنين ديال الجماعه كاملين، لان انا اللي كنمثلهم انا كرئيس، وبلاش دايا كنمشي ندقوا البيبان ونديروا قدر المستطاع. وكما اطلب منهم لا تقارني بجماعه مجاوره، كله وتسيروا كله وطريق الخدمه ديالو.
هذوك اللي غتقارني معاه شوف المقال ديالهم فين دابا، ما تقارنيش مع واحد المقال ديالو شوفو كي داير. انا ما تسبقلكش تقارني، انا انسان تنسير بعقلانيه ان سميتو المواطن ديال جماعه الصفصاف يطمئن وينعس مرتاح البال بان جماعته غدا على احسن نظام وغدا في الطريق الصحيح وما كاينش النهب ديال الاموال ديال هاد الجماعه. بالفعل الاخ كلامك هو هذا الخلاصه اللي خرجتي بها واللي استنتجتي راه هي هذيك، راه هذاك هو الصحيح. شتي الروبيني تسد على بعض الاعضاء اللي هما كانوا قدامين سي فري مع 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 الرئاسه السابقه، واش كانت يعطيهم من كانت كاينه، ما ندخلوش في هذه الاعتبارات لانه قالك لا ظهرت المعنى لا فائده في التكرار. اما يجي انا باش عضو يقارني جماعتي بجماعه مجاوره، اخويا كله وتسيرو وكله وكيفاش كيحسب لو ريسك ديالو. واحد الرئيس ما كيحسبش لو ريسك، ولا بروف هو شوف شنو 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 المقال في الاخر. انا مسير نراه دزت كإطار بالمعمل الوطني السكر هنا بمصعب القصيري، وكمدير ديال شركه تابعه للدوله في الدار البيضاء، كمدير لمده 12 عام دونك في التسيير كمدير اداري ومالي. وما غيجيش انايا وغيوريني واحد كيفاش نسير ولا كيفاش انا كنسير بما يرضي الله، وانا واحد العضو باش يجي يساومني لا اقبل هذه المساومه داكوغ، يساومني على دائرته، يطالب مني انني نخدم له دائرته، يتفاوض معايا على ماشي يتفاوض معايا يعني يجي برزطني على دائرته مرحبا، ولكن باش يجي يساومني ولا يتفاوض معايا هذا الباب انا سادو. وهادشي راه قلتو اليوم امام المواطنين الصباح، قلت لهم اتحدى شي واحد فيكم يكون جاي على مصلحه ديال المواطن، جاي على مصلحته، وهذا الباب عندي انا سادو. انا لست كرؤساء السابقين انني نمشي في اتجاه غير صحيح، هذا لا يعقل. انا شخص كنمشي في هذا الاتجاه ديال النزاهه والوضوح والشفافيه، وبيرو يمحلون لاي واحد اي عضو بغى يعرف شنو هي ميزانيه وفين تصرفت وفين مشات مرحبا. نعطيك اكزومبل، قالوا لي سميتو مصاريف التنقل ديال الرئيس علاش نديروها في الميزانيه، زعما بغاو يضغطوا السي فلان. سولني من نهار وليت رئيس واش هذا الموطو ديال اللي محطوط هنا في البيجي ديال تنقل الرئيس واش عمرو خداه الرئيس، ومن حقي هي جوج ما كنساش هذا المستوى. انا نمشي ما عمرو توخد، وانا نسولهم واش الرئيس الرؤساء السابقون اللي كانوا قبل مني واش كانوا ياخذوه، كانت ياخذوه شغلهم هذاك، انا ما محتاجش لهذاك الشيء باش ناخذوه. هذا مثال، واجي اخويا اجلس معايا شوف لي الميزانيه فين هي وكيفاش كتصرف وفين غاده، كتمشي في عقلانيه. لو كان ما كانتش العقلانيه في التسيير ما نديرش فائض ديال اللي كما قلت لكم ديال 150 170 مليون سنويا اللي كنبرمجوه في التجهيز، راه ما يمكنش. وقارنوه بالماضي هو ما كاين مشكل، وتعرفوا كاين حسن التسيير ولا لا. مشكلتي انا ما عنديش مشكل مع الاعضاء، ثقوا بها الاخوان، انا ما عنديش مشكل مع الاعضاء، راه كلهم اصدقاء ديالي. الان خرجنا راه سالا واخا تغاوتنا في الدوره خرجنا كلشي راه كيعنقني وكيبوسني كيتسلم عليا اكسيتيرا. راه مشكله ديال من اللي اعداء خصوم سياسيين ديالي وكيعمروا وكيعطيو وعود وكيعطيو شي واحد كاين الطمع، مساله الطمع وهذا هي اللي كتخلق هذا الجو ديال 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 جماعه الصفصاف. كانت غدا يضرب بها المثل، لا من ناحيه السير لا من ناحيه يعني النظام ديالها كيفاش غادا، لا اداريين. انا من النهار اللي جيت منعت منع كليا غير في تصحيح الامضاءات الا في اطار القانون، الشوز اللي ما كانش قبل. مثلا قبل تيقول لك وتقارنوني ومال الاخر كان يدير معنا قبل، السي انت ماشي صاحب هاد لاكارت ما يمكنش تليغاليزيها، جيب مولاه
هاد الورقه ماشي اوريجينال ما يمكنليش نعطيك فوتوكوبي سيرتي كونفورم امبوسيبل واخا تكون خويا لان انا اداري ما كاينش. دونك هذا هو التسيير. اي مواطن جا خصو يقضي غرضو يخرج ديك الساعه ما دوم يدور هنايا التعليمات ديالي في اطار اداري. الموظف خصو يجي فوقته ويخدم مصلحه المواطن هي الاولى وخلي المواطن ما هادشي كاين. حتى انا خدام كنعلم المواطن هذه راه ما تدارش عندك. ما تجيش تقول لي انا ولدي ماشي انا دوز ليغاليزي لي هادي خصك تفهمها. هذا راه سميتو تزوير. تشرح له تيقتنع المواطن ماشي ما تيقتنع تيقتنع. كتقول له سير صوبها يصوبها تما ولا يجي الشوز اللي ما كانش ولا اغراض سياسيه ندير انا تزوير نو. الحمد لله ما تيبخلوش علينا تيوقفوا معنا تيعطيونا يد المساعده ما كانش السلطه مع يعني تتعاوننا راه ما غنجيبوش الشطر الثاني ديال الماء ما غاديش نديروا هاد المشاريع اللي جات من الجهه ما غاديش نديروا هاد الدراسه اللي درنا ديال ديال ديال, ديال اعاده الهيكله ديال ست الدواوير. راه بزاف ديال الحوايج اللي راه كننساهم دابا راه كاين فاتح الباب ديالو ليكم. وي السيد العام ما فاتحليش انا جميع الراس كاع الرئيس كاع الرئيس لمجتهد الرئيس اي رئيس مجتهد راه العمل ما تيبخلش نيه العمل عنده هي هذه مجتهد رئيس مجتهد يعني كيتحرك كيخدم راه هو كيلقى يد العون من عند السلطات سواء محليه او اقليميه. هذا بدون نقاش وبدون منازعه.